الاصطناعي كيف هذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقليل من عبادي الشكور. والشيطان لما طرد من الجنة أقسم قسما: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سؤال: لماذا قليل من عباد الله الشكور؟ كيف لا يشكر الإنسان وكل ما به فمن الله؟ نعم الله على الإنسان تترى ظاهرة وباطنة. Just young people please, if you want to talk just another place please. لماذا الإنسان لا يشكر ونعم الله تبارك وتعالى عليه تترى ظاهرة وباطنة؟ شيء غريب أن يكون قليل من العباد يشكر. ما موانع الشكر؟ ما الذي يمنع الإنسان من حقيقة الشكر؟ إن هذا الشكر إذا فهمه العبد فهو من أعلى مقامات الإيمان. أول موانع الشكر أن الإنسان يظن أنه يملك أشياء كثيرة ويستحق أشياء كثيرة، وهو في الحقيقة لا يملك أي شيء. هذه أول حقيقة تمنع من الشكر. أنت تظن أن هذه العافية التي أنت فيها أنت تستحقها، وهي ملكك، تحرك يدك كما تشاء، تمشي على قدميك كما تشاء، فهذا شيء تملكه. مالك الذي بيدك هذا مالي، جمعته بكدي وعرقي. فكل شيء حول الإنسان يظن أنه مالكه ومستحقه، فلماذا يشكر؟ يعني إذا جاءك إنسان وأعطاك هدية فأنت تشكره، لما تشكره؟ لأنه أعطاك شيئا لا تملكه أنت، هو يملكه فأعطاك إياه فتقول له شكرا. الإنسان الذي يظن أنه يملك أشياء كثيرة لن يشكر. أول حقيقة الشكر أن تعلم أن الله يملك كل شيء وأنك لا تملك أي شيء. أنت ما تملك شيء، وبالتالي كل شيء جاءك من الله ستشكره لأنك لا تملكه ولا تستحقه. قانون بسيط ولكنه صعب على كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف حقيقة الشكر يشكر ربه على كل شيء، على كل شيء. أول ما يستيقظ: الحمد لله الذي رد علي روحي. أرأيت؟ هل يفطن كثير من الناس لهذا؟ أني استيقظت في الصباح فهذه نعمة من الله أن أعطاني حياة جديدة. كثير من الناس يظن أنه أمر نستحقه ونملكه فلماذا نشكر؟ لكن العبد الذي يعرف حقيقة نفسه ثم نعم ربه يشكر على كل شيء. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، كل شيء. لكن الإنسان يضع الطعام أمامه فلا يفطن. اشتريت من السوبر ماركت وهذا مالي وهذه قوتي، بها سآكل. فأول حقيقة الشكر أن تعلم قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولله يذكرنا بهذه المبادئ الأساسية: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. السمع والبصر تظن أنك تملكه فلا تفطن لهذه النعمة.
ولذا الابتلاء يرد العباد إلى حقيقة الشكر. إذا رأى الله تبارك وتعالى عبده غافل يبتليه لكي يفتح عينيه على ما فيه من النعم. ظل الإنسان يغدو ويروح ويمشي، أول ما يمرض ويلازم الفراش يدرك النعمة التي كان يرفل فيها. الآن أدرك أن مشيه على قدميه نعمة، وأي نعمة، وأن رفعه ليدي هذه نعمة، وأي نعمة، لم يكن يدري. ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المرضى لكي تعرف نعم الله عليك. وزيارة المريض فيها حديث عجب، حديث قدسي، يقول الله: عبدي مرضت فلم تعدني. مرضت، الله يقول مرضت فلم تعدني. يقول له العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أنى للمرض وهذه الأعراض أن تكون لله جل جلاله؟ فيقول الله: مرض عبدي فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذه استذكار هذه النعمة، أن كل شيء هو من الله ونحن لا نملك أي شيء. لو هذا القانون البسيط وعاه الإنسان لحس من نفسه بنعم الله عليه في كل شيء، كل شيء. هذا هو المانع الأول. المانع الثاني أن الله يسوق إلينا النعم عن طريق سعات بريد. رأيت إلى هدية جاءتك من رجل كريم يبعثها إليك في البريد، يدق ساعي البريد الباب، تفتح تأخذ الهدية. ساعي البريد كان رجل طيب ومهذب جدا، وقال لك كلمات جميلة، وعطاك الهدية بلطف، وقال لك أي شيء تحتاجه يعني في توصيل أي أمر أنا تحت أمرك، وذهب. فتحت الهدية وفرحت بها، كلما زارك الناس تحدثهم عن ساعي البريد، لا عن الذي أرسل، لا عن ساعي البريد. قل لهم: والله هذا ساعي بريد جانا عجيب، لولا ساعي البريد هذا وساعي البريد. فالناس يتعجبون، هذا الرجل ما باله يشكر ساعي بريد كل هذا الشكر. هذا الذي نفعل مع نعم الله، يسوقها إلينا عن طريق سعات بريد. يمرض ابني أو بنتي فأذهب بها إلى طبيب جراح كبير ماهر، فيشفي الله بنتي على يدي هذا الجراح، فكلما زارني أحد لولا الطبيب كان هلكت بنتي، لولا الطبيب كان. والطبيب ساعي بريد، والله ساعي بريد، ما يملك شيء، فقد سيقت النعمة على يديه. فنحن نتعلق بسعات البريد، لذلك لا نشكر، تحول دوننا الأسباب. واليوم في زمن كثرت فيه الأسباب، نحن في عالم التكنولوجيا والصناعات تكثر الوسائط. قديما كان الفلاح يحرث أرضه ثم ينتظر فتأتي البذرة فيشكر ربه. اليوم الطعام الذي سيأتيك يمر بمصانع كثيرة، فأنت تذهب إلى السوبر ماركت وتأخذ ما تشاء وتضعه في العربة وتأتي وتطبخ وتأكل، فلا تستشعر نعم الله عليك. فاعلم أن أي نعمة سيقت إليك هي من الله، وأعظمها نعمة الهداية. أحيانا واحد يكون غافل في معاصي ثم يأتي إلى شيخ ويسمع منه كلاما جميلا فيتعلق قلبه بالشيخ: ما لك يا فلان؟ والله أنا كنت في معاصي وفي ظلام حتى جاءني الشيخ الفلاني. ويظل يتعلق بالشيخ، والشيخ ساعي بريد، ساق الله إليك نعمة الهداية عن طريقه، لولا الله ما فتح قلبك لهذا الكلام. فلا تعلق قلبك بأحد. تشكر الإنسان؟ نعم، لكن على أنه ساعي بريد. من لا يشكر إلا لا يشكر الناس، جزاك الله خيرا، انتهى الأمر، لكن لا يتعلق قلبك به، فإنه ليس صاحب الهدية، هو الساعي فقط.
هذا أمر عظيم جدا في معاني الشكر، إذا ذقته ستجد أن كل شيء يأتيك من نعم الله. بعض الصالحين تنبأ إلى هذا الأمر، قال كلما شكرني الناس يقولوا ما شاء الله عليك أنت رجل فاضل وما شاء الله على علمك وما شاء الله عليك، فأنا أقول في نفسي سبحان الله كم من العيوب في لا يعلمها هؤلاء الناس، الله سترها عنهم. فقال حكمة: إذا مدحك أحد الناس فلا تنظر إلى من مدحك، ولكن انظر إلى من سترك، فالحمد لمن سترك لا لمن مدحك. يعني الحمد لمن ستر عيوبك عن الناس فأظهر لهم جميل ما تعرف. انظر إلى هذا المعنى، لأنه يرى الناس كلها وسائط، وما بنا من نعمة فمن الله. المعوق الثالث دون الشكر أن الإنسان يقارن دائما بما في يده بما في يد غيره فلا يشكر. يكون عنده موبايل فون فينظر إلى أحدث الموديلات. شبابنا اليوم عندهم موبايلات لا يحلم بها أقرانهم في بلادنا الأصلية، لا يحلمون بها، لكنه لا يشكر. لماذا؟ والله عندي بلاي ستيشن وهناك فيرجن أعلى عند صاحبي، فهو دائما في مقارنة فلا ينظر إلى ما عنده. سيارة جميلة لكن صاحبي عنده سيارة أفخم منها فلا يشكر. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أن تنظر إلى من هو أسفل منك فإنه أحرى ألا تزدرد نعمة الله. يعني انظر إلى ما عندك، فانظر إلى الذين حرموا من هذا. عنده ولدين فينظر إلى من عنده أكثر، انظر إلى من ليس عنده ولد. فهذه المقارنات تمنع الناس من الشكر. من موانع الشكر أن الناس يحسبون أن الشكر باللسان، فيظل يمسك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فيظن أنه أدى نعمة الله عليه. الشكر أولا يكون بالقلب، وهذا الذي قدمنا من قبل، يعني لا تشغلك الوسائط ولا سعات البريد، فما بك من نعمة فمن الله. الأمر الثاني شكر الجوارح، أعطاك نعمة ينبغي أن يكون الشكر من جنس النعمة. ما معنى هذا الكلام؟ واحد أعطاه الله مالا فهو لا ينفق، لكن يقول أنا سأقوم الليل وأصوم الاثنين والخميس، ولكن لا ينفق من ماله، ما شكر نعمة الله. لأن الشكر يكون من جنس النعم، أعطاك الله مالا إذن أشكر، أشكر بكثرة إنفاقه. عبادتك الخاصة بك هنا ليست كثرة قيام الليل أو النوافل الصيام، بل كثرة الإنفاق. رجل آتاه الله علما، أخرج زكاة علمك وبذله للناس، علمهم، هذه زكاة، هذه شكر هذه النعمة. وهكذا اليوم نحن نسأل كيف نخدم هذا الدين، أشكر نعمة الله عليك. عندك سكيلز في الكمبيوتر، اجعل ساعات من حياتك فقط تبذلها لمن لا يعرف، وتريد بها أن تشكر نعمة الله، فتكون إنسان بركة حيثما حللت. لذا قال تعالى لآل داود: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل نوع من الشكر، وقليل من عبادي الشكور. النوع الأخير من الشكر بعد القلب والعمل هو اللسان، وشكر اللسان على قدر النعمة، بمعنى كثرة الذكر هي على قدر استشعارك لكثرة النعم. اللي يكتفي بالحمد لله بعد كل صلاة 33 مرة فقط، فهذا قدره لاستشعار نعمة الله. والذي عنده أوراد مطلقة من حمد الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا على قدر ترقيه في الإحساس بنعمة الله. سنجلس مع نفسه جلسة نصف ساعة ساعة فقط الحمد لله، ويسكت يسكت. لماذا؟ بعد كل الحمد لله يتذكر موقف، يتذكر نعمة،
يتذكر ساعي بريد جاءه بنعمة من نعم الله. فالحمد لله لا تقولها إلا وقد ذكرت موقف من المواقف الكثيرة. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل الأذكار التي وردتنا عنه في اليوم والليلة شيء هائل. لما؟ لأنه أعرف الناس بربه، آتاه الله هذا الوحي فكان يقوم حتى تتورم قدماه: يا رسول الله، أولم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى، ولكن أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أعظم نعمة أعطاني هي القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم بهذا القرآن الذي وضع في صدره يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة، يستشعر النعمة. أخيرا أيها الإخوة، أعظم نعم الله عليك هي نعمة الهداية، وهذه النعمة ينبغي كل ما قرأت الفاتحة بعد أول ما تصلي الحمد لله أول ما يخطر ببالك: الحمد لله أني مسلم، الحمد لله أن جئت إلى الدنيا أعرف ربي، الحمد لله أني سمعت كلام الله تبارك وتعالى. هذه نعمة الهداية نعمة لا يقدرها، لا توصف. ولذلك إذا تعرضت لأي فتن في دينك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يذوق طعم الإيمان يفضل أن يلقى في النار ولا يترك دينه. لما؟ لأنه يعرف قدر النعمة. من عرف قدرها مستحيل تغري كل هذه الفتن والشهوات والشبهات، لأن في صدره أعظم نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. ولذا شكر هذه النعمة بدوام الطاعات. فكل تريد أن تشكر نعمة الهداية زد في هذه الطاعة، يعطيك الله تبارك وتعالى من الواردات الإيمانية والمعاني القلبية ما لا يعبر عنه لسان. وصدق الشاعر إذ يقول: ما أجمل هذه الأبيات أن تقال لله لا لمخلوق، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين، اللهم اجعلنا لك شكارين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، أصلح أولادنا وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، وصلى الله على عبد رسوله سيدنا محمد.